السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن نبات مهم جدا لزيادة انتاج البيض، هو ممكن تعتبره من النباتات وممكن تعتبره من الحبوب، ممكن تقول عليه كده وممكن تقول عليه كده، لكن يا جماعة احنا ملقناش في وسط النباتات كلها مصدر غني بالكالسيوم وببعض الفيتامينات والزيوت قد النبات ده او قد الحباية دي، لذلك احنا جايين نكلمكم عنها لزيادة انتاج البيض وما ادراك بالقدر بتاع التأثير بتاعها على القطيع بتاعك من ناحية انتاج البيض. تأثير كبير جدا وسريع جدا وفعال جدا، لكن لازم تاخد بالك ازاي تقدر تستخدمها والكميات اللي تقدر تقدمها بيها والمحاذير اللي لازم تبعد عنها اثناء الاستخدام. قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة والبول، ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. محتاجين نأكد ان واحد من اهم العناصر الواجب توافرها في الاكل اللي احنا بنقدمه للطيور علشان الانتاج يزيد، انتاج البيض يزيد، هو الكالسيوم. الكالسيوم يا جماعة واحد من اهم العناصر، يعني حضرتك كده ايه من غير ما تاخد بالك ممكن تنسى تقدم الكالسيوم للطيور، فتروح الطائر بتاعك يحصل له ايه؟ ينقص في جسمه الكالسيوم، يعاني من مشاكل كتيرة جدا لها علاقة بالانتاج ولها علاقة بشكل عام بصحة الطائر وجسم الطائر. فما ينفعش حضرتك تنسى الكالسيوم او تتغافل عنه، تمام؟ ده بالنسبة ايه؟ بالنسبة لاول عنصر غذائي مهم جدا. كذلك من الحاجات المهمة جدا اللي بتساعد في زيادة انتاج البيض الزيوت والدهون بشكل عام، الزيوت والدهون الصحية، الزيوت والدهون النباتية، مش الدهون اللي هي النشويات والكربوهيدرات اللي بتتراكم على شكل دهون في جسم الطائر، لا انا اقصد الزيوت والدهون اللي بتدخل جسم الطائر. كذلك برضو الحباية والنبات اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة في كمية زيوت ودهون معينة تأثيرها ايجابي جدا على جسم الطائر، وبيستخلص منه زيوت بتتعبى كده في ازايز وتتباع لوحدها، ده دليل على ان النبات ده او الحباية دي مليانة بالتأثير الكبير جدا على الانسان او الطائر او الحيوان او اي كائن حي يتناولها. لكن تحديدا بالنسبة للطيور، الطيور فعلا بتتأثر بشكل ايجابي جدا لما تتناول الحباية دي او النبات ده، تمام؟ كذلك برضو النبات ده او الحباية دي مليانة بخصائص كتيرة تانية، يعني هي بتزود الخصوبة بتاعت الطيور، مش بس بتزود الانتاج، لا كمان بتزود الخصوبة، يعني نسبة البيض المخصب او البيض اللي فيه بذرة، تمام، هتلاقيها اعلى بكتير لما تستخدم الحباية دي او النبات ده، تمام. كذلك برضو فيها فوائد كتيرة تانية بتساعد على الهضم والامتصاص، بتخلي الطائر يمتص الاكل بشكل افضل ويستفيد بكل جرام من الاكل بيدخل جسمه، لان دي حاجة مهمة بالنسبة لانتاج البيض، يعتبر من اهم العوامل اللي بتؤثر في زيادة انتاج البيض، ان جسم الطائر يمتص الطعام ويستفيد بكل الطعام ويطرد السموم بس ويطرد الفضلات بس، انما كل الفوائد تدخل جسم الطائر ويستفيد بها ويحولها لانتاج ومناعة وصحة بشكل عام، تمام. النبات ده يا جماعة او الحبة دي اللي هي السمسم بتساعد على كل التفاصيل دي. طيب السمسم ازاي نقدر نستخدمه وايه باقي فوائده وايه المحاذير عند استخدامه؟ نتكلم شوية عن باقي فوائده. باقي فوائد السمسم بعد ما حضرتك عرفت اهو احنا بنتكلم عن ايه، كلنا عارفين طبعا انه حاجة ضرورية جدا لزيادة صلابة قشرة البيضة، صلابة قشرة البيضة، يعني قشرة البيضة طبعا لو فيها مشكلة، لو البيض برشت او طري او قشرته طرية، كل ده انت ممكن تعالجه ببساطة جدا عن طريق اي مصدر من مصادر الكالسيوم، سواء السمسم او غير السمسم. لكن السمسم حاجة شهية، يعني لو قلت لك حجر الجيري مش حاجة شهية او بالنسبة للطائر، هو بعد ما بيدوخ وبيدور على مصدر الكالسيوم في اي اكلة وما يلاقيهوش فيروح ياكل الحجر الجيري، انما هو عايز حاجة شهية يكون فيها كالسيوم، السمسم مصدر شهي جدا بالنسبة للكالسيوم. كذلك برضو لو انت عايز ترفع مناعة الطائر ضد امراض كتيرة جدا، امراض تنفسية او معوية بكتيرية فيروسية اي نوع من انواع الامراض، السمسم بيساعد بشكل كبير جدا، تمام، ان هو جسم الطائر يتخلص من كل الامراض دي،
اتخلص من كل الامراض دي، او يبقى عنده مقاومه ضد كل الامراض دي؟ لان انت الامراض دي بتتعلق برضو بالكالسيوم، بتتعلق بالزيوت والدهون اللي موجوده في السمسم. تمام، كل الفوائد دي واكتر كمان. طبعا مفيش وقت ان احنا نتكلم عن كل فوائد السمسم، ده محتاج حلقات مطوله. تمام، نقعد نتكلم ساعات عن فوائد السمسم، لكن اهم حاجه دلوقتي ازاي نقدر نقدمه وايه المحاذير اثناء استخدام السمسم. هنبدا الاول بالمحاذير وبعد كده اقول لك طريقه التقديم. محاذير استخدام السمسم تشبه لمحاذير استخدام اي اكله فيها كالسيوم، يعني ما ينفعش تكتر منه، لان انت لو كترت منه الطائر هيحبه جدا وشهيته هتكون مفتوحه جدا ناحيته، فده هيديله كالسيوم زياده عن اللزوم. كالسيوم زياده عن اللزوم يعني قشره البيضه هتبقى صلبه زياده عن اللزوم. ما ينفعش، لازم قشره البيضه تبقى صلبه وناعمه في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى صلبه لدرجه ان هي يبقى فيها بقع، حتت بيضه وحتت فاتحه وحتت غامقه، لا، لازم تبقى قشره البيضه ماسكه نفسها وماسكه البيضه، لكنها برضو فيها من الرقه ما يسمح ان الكتكوت يطلع من البيضه اثناء ايه؟ اثناء عمليه التفريخ او التفقيس. لازم تبقى برضو قشره البيضه متوسطه، لا هي قويه قوي ولا هي ضعيفه قوي. فمهم جدا انك تاخد بالك من الحدوته دي وانت بتقدم السمسم، ما تقدمش منه كميه كبيره، وفي نفس الوقت لو عايز تاخد منه فايده حاول تقدم منه كميه متوسطه، اللي هو من 5 ل 10 جرام على كيلو العلف. من 5 ل 10 جرام على كيلو العلف، ما تكترش عن 10 جرام وما تقللش عن 5 جرام برضو علشان تاخد الفايده كامله. بعض الناس بتحب تستخدم زيت السمسم وتضيفه على الميه، ما عنديش اي مانع مع ده، بس ده طبعا مكلف لان زيت السمسم هيبقى غالي، هتدفع ثمن استخلاص السمسم وزيته واستخلاص الزيت وكل الكلام ده، وده هيبقى مكلف بالنسبه لك. طيب انت كده عرفت المحاذير وعرفت المقادير. هل ينفع تقدم السمسم ده على بواقي الاكل؟ مش ضروري تقدمه على العيش على فكره، مش ضروري اسف تقدمه على العلف، ممكن تقدمه على العيش. تمام، بواقي العيش، بواقي الطبيخ، بواقي الرز، بواقي المكرونه، بواقي اي اكل موجود عندك وهتقدمه ليه الطيور، ممكن ببساطة جدا تقدم السمسم عليه، وبرضه بنفس المعدل وبنفس المقادير، من 10 ل 5 أو من 5 ل 10 جرام على الكيلو. كيلو أي حاجة بقى، علف، أكل، بواقي أكل، أي شيء. تمام، بكده أنت هتاخد كل الفوائد دي، وبكده أنت هتزود إنتاج البيض، وبكده أنت مصرفتش كتير برضه، لأن مع احترامي يعني 5 جرام من السمسم دي سعرها رخيص جدا في مقابل ان انت هتاخد انتاج جيد من البيض، مش انتاج متوسط، لا، انتاج جيد. يعني لو انتاج عندك متوسط هيبقى جيد، لو جيد هيبقى ممتاز، والتأثير هيبقى اكبر بكتير جدا. ده كان الفيديو، ما تنساش قبل ما تمشي تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.